السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزو الفلاوين بونجور ولا بونسوار ميسيو دام. جيت نوري لكم الدجال الكذب، الناس اللي يديروا الفتنة يحبين ينوضوا الشعب الجزائري ضد الجيش الجزائري. يسون بري اتو ستاندير دي كريمينال، كيما داروها في ليبيا، كيما داروها في سوريا، كيما داروها في العراق، كيما داروها في اليمن، كيما داروها بارتو. يكذبوا بالكذب هذه اللي عيطوا لها لا غير دو كاتريام جينيراسيون، دايا سوفت باور هضرنا عليه، ستاندير بالكذب ولا بروباغوند ينوض لك شعب، يخسر لك جيش ويخسر لك وطن ويخسر لك كلش سون سكريبيل، ستاندير ما والو والو، ما مجرم ان كريمينال. لي كونسيكونس تاع الخدمه تاعو ما يحسبهمش، ما يطلعهمش الحساب، تسمى يقول لك معليش حنا بور نشوفوا الدم والقره في البلاد ضد الجيش، هذا هو البيت ديالو. لا فيديو نتاع كرميت بنويرة اللي جبدها، شكون جبدها الاول؟ جبدها زيطوط ولي جبدها الاول، بعد راحت بارتو المروك، الجارن تاع المروك، هذوك المدونين تاع المروك، معليش هذوك مغاربة عندهم الحق يبروفيتي من هذا الشيء. بصح الجزائريين هادو نور مالك، عبود هشام، عبدو سمار، هذاك واسمو امير ديزاد، زيطوط، كامل 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 يضرب، شوفوا شنقريحة يتاجر في المخدرات دوخ، ويهضروا الشامبيتي ما على بالهمش. شوف لان هذا الفيديو نوري لكم اليوم باللي مفبركة، فيديو فابريكي نوريها لكم، تقنية تاع الانفورماتيك بلوجيسيال هكذايا. شوفوا دابور واش كان يقول زيطوط، فرحان بروحو زعما جاتو حاجة خشينا، زعما هو حاجة كبيرة. جاتو فيديو من عند قرميط بنويرة اللي جابوه من الترك الدولة الجزائرية، يدير فيديو داخل الزنزانة تاعو بليدة وتلحقو حتى لندن. انكرويابل يا حاكم قاعد بلاد زيطوط، ما مدخل الجيش وما كاع خوانا يا تباه مليح، كيفاش يحبوا يرخصوا بالجيش تاعنا ويرخصوا بالامن تاعنا قدام كاع العالم، ماشي قدام الجزائري، خلينا قدام كاع العالم. ستادير شوفوا الجيش تاعنا فابل، جبنا فيديو من داخل الحبس. شوف يا جماعه تباهوا مليح، شوفوا لو تيتر تاع لا فيديو تبعو مليح. بنويرة الكاتب الخاص السابق القايد صالح يكشف عن حقائق خطيرة من داخل السجن العسكري. تبعهم. قبل قليل وصلني فيديو، وربما سيصلون فيديوهات أخرى في الساعات القادمة، والحديث إذن عن قضية تتعلق بالمخدرات وتورط كبار الجنرالات وبعض كبار الضباط في موضوع المخدرات، وعلى رأس هؤلاء شنقريحة. الحديث يأتينا من عند، لأن ربما الآن كنا ندير هكذا الناس ما يعرفوش، لكن ذاك سأشرح لكم، ومن عند هذا هو المتحدث. كبيرة من المخدرات يبعثها البارون المغربي إلى الحدود. هذا هو المتحدث. الآن راح نسمعوا، عندي الفيديو فيه 11 دقيقة، ذاك راح نسمعوا مقاطع مما قالوا، ومن الكوارث الحقيقة اللي صرح بها. لكن قبل ذلك، هذا الشخص هو قرميح بنويرة، وهو مساعد كان برتبة أتشيدون، وكان السكرتير الخاص لقايد صالح، كان السكرتير الخاص لقايد صالح لفترة،
لكن خاصة في فترة الحرك، في فترة الحرك كان بنويرة قرميح هو السكرتير الخاص وحافظ الأسرار للقايد صالح. نتذكر أن بنويرة كان غادر الجزائر في المرجح في فبراير 2020، والمرجح أنه غادر في اتجاه تركيا، بالرغم من أنه كانت هناك مصادر ذكرت أنه ذهب إلى الإمارات ثم إلى تركيا. وفي أوت راني نقدم في هذه التقديمة خاصة حتى يصل إخواننا يعني يوصلوا باش للمفيد، يعني درت دقيقة ولا تشوفوا المفيد. في أوت المفيد يا راح هل سمعوه؟ السلام عليكم ورحمة الله. أيها المغادرون، أحدثكم اليوم من السجن العسكري بالبريد. معكم بنويرة قرمي، كاتب خاص سابق لنائب وزير الدفاع رئيس الأركان، نزولا عند رابط تبون الذي قال من شاف ليفرح. ومن جهة أخرى لتنوير الرأي العام بحقائق كثيرة قد طمست في عدة تسجيلات، أولها أبدأه بشنقريحة. هل الصوت واضح ولا شوية؟ في سنة 2018 كانت هناك جرت هناك ضجة في 2018 عن وجود فساد في هرم القيادة العسكرية، وبعدها أجريت تحقيقات على قادة القوات وقادة النواحي، خاصة مع القادة العسكريين الذين عندهم علاقات مع حداد وكوندا. اوكي بركات ما دي باش نقولوا باللي سير زيتوت هو اللي جبدها حاجه كبيره جاتو من السجن تاع البوليده يا نكروا. شوفوا لا فيديو تاع بونويرا، شوفوا لي كوبور لا فيديو تاع فتك تك تعاودوا لي لا ميم ايماج تعاودوا لي. ديجا يقول لك هو من السجن تاع البوليده، السيد عنده تحفيف على باس متكي على مخده بيضاء نحيط مطارد حضره في الحبس، امبوسيبل هذه في الحبس. هذه سي اون فيديو اللي عندهم، هضر مع واحد في سكايب ولا مش عارف استخدموا بها الخدمه كيفاش. تبعوا شوفوا الفيديو، شوفوا كيفاش صوتي تك تك تعاودوا لي توجور تك لا ميم فيديو صغيره خدموا بها كاع فيديو طويله. دوك نوريها لكم بلوجيسيال نوريكم دوك بالعين فيو دو كيفاش تشوفها تعرفها. شوفوا مليح اوكي تلكم كبلكم ليماج كومبلي باش تشوفوها مليح. شوفوا السلام عليكم ورحمة الله. أيها المواطنون، أحدثكم اليوم من السجن العسكري بالبريد. معكم بنويرة قرمي، كاتب خاص سابق لنائب وزير الدفاع رئيس الأركان، نزولا عند رابط تبون الذي قال من شاء فليطلع. ومن جهة أخرى لتنوير الرأي العام بحقائق كبيرة قد طمست في عدة تسجيلات، أولها أبدأه بشنقريحة دورها بسنة 2018. كانت هناك جرت هناك ضجة في 2018 عن وجود فساد في هرم القيادة العسكرية، وبعدها أجريت تحقيقات على قادة القوات وقادة النواحي. تك شوفوا خاصة مع القادة العسكريين الذين عندهم علاقات مع حداد وكوندا. تك في هدف الطمع شتو تك صوتية وخذ حتى ذلك الحقائق الأخرى فيما يخص تهريب المخدرات والسلاح الصحراوي. تك إذ أنه رغم بناء خندق على طول الحدود الجزائرية زيادة على التعليقات والحزام الثمني، ما زالت المخدرات تدخل والسلاح تك سكرت صوتي تمس هرم القيادة العسكرية. تك من الفريق المرحوم فريق أحمد قيصر. تك حدث النتائج تحقيقات بحالة كل من اللواء كان سعيد قائد الناحية العسكرية الثانية، واللواء شنتوف، واللواء منات قائد الدرك، واللواء شريف عبد الرزاق، واللواء بلواور، والعقيد مهدوري من سلاح الأمن. تك حيث كانت العملية متوازنة شملت قائد قوات اللواء منات نوبة وثلاث قادة نواحي اللواء باي السعيد والشريف عبد الرزاق وشنتوف ومدير مركزي الذي هو بلواور ومحجوبي اللي هو مدير قمة الجيش الناحية العسكرية الثانية، وكانت متوازنة من ناحية الجهات، إذ
الله يساعدنا من الخبائث باش نتوفوا من الوردة الجزائري وثلاث ضباط كبار من الشرق الجزائري يتمثلون في شكل عبد الرزاق أم ضواوة والعقيد محجوب. تك. وصل بي في هذا التفاعل. شندري حسابي. أوبلا. من المحاسبة والزد به في السجن. دونك شفتوا كيفاش لا فيديو تصوتي. صدي على شاك فوا تصوتي تك تعاود تولي تك تعاود تولي بابا 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 تك تعاود تولي. سي لا ميم فيديو خدموا بها. اوكي. كاين واحد لانفورماتيسيان هنا في مونريال. هكذايا خدمنا خدمة. عطاها لي قال لي شوف هاي بلوجيسيان وقال لك كيفاش كيفاش انا لا فيديو هادي مدرحة فابريكية. لا مسج نتاع البوليدة ولا حتى حاجة. ريال نيوتو. شوفوا مليح نوريكم. دقيقة برك اسمع مليح زوروا الفيديو كيفاه راه فالسيفيه ورجعوا كونكوار الفيديو هذا راهو فيديو جديد استعملنا واحد اللوجيسيال اسمه نونافي اللوجيسيال هذا موجود غير في الانترنت ويعني ماهوش من احسن البرامج اللي موجوده في الانترنت هزيت لي دو فيديو فيديو 1 فيديو 2 كونسيرنون البونوير هذا مزيتهم من الانترنت تيليشارجيتهم من اليوتيوب بطريقه معروفه تقدر تروح لجوجل تكتب كومون تيليشارجي ان فيديو تيليشارج الفيديو هاتيت فيديو 1 فيديو 2 البرنامج هذا راهو ينعاد لك كيفاه الفيديو مكون لانه اي في العادي بالنسبه لاي مستعمل الاعلام الالي ولا اللي راه يدير تريتمون ديماج عن باله بلي راه الفيديو مكون من صوره ومن صوت حنا حطيناه باش ندرسوا الفيديو هذا ونشوفوا اسكو الفيديو هذا اللي فالسيفي ولا نو ولا راه مليح ولا مش مليح دونك واش حطينا حطينا الفيديو هذا باش ندرسوا الفيديو راه لاحظنا اول ملاحظه لاحظناها في الفيديو هذا وكاين انقطاع في الصوت انا انقطاع في الصوت انا درك نديروا الصوت ونشوفوا حيث كانت العمليه متوازنه جدا اي سعيد انقطاع في الصوت من دقيقه و 40 سكوند جيسكا جيسكا 3 دقائق وقول 11 ثانيه راهو كاين انقطاع في الصوت وزيد انقطاع في الصوت في المنطقه رقم 2 من 5 دقائق 48 49 حتى 7 دقائق و 18 ثانيه تقريبا راهو كاين انقطاع في الصوت لكن الصوره كاينه بصح كي نجيو نلاحظوا الصوره هنا في الانقطاع راح نكبروا هنا راح نكبروا هنا وراح نشوفوا راح نلقاو عطوني نمشيو هنا في اوديو راح نركزوا على فم على فم الشخص الصوره هذه ونشوفوا الفم نتاعو كيف راه قاعد يتحرك وراح نديرو له شوفوا الفم نتاعو كيف راه مفتوح في الفيديو تاعو شو يعني هذا دليل على انه الفيديو هذا راه فيديو مركب يعني على الاقل الصوره راهي مركبه ما كانش واحد يقدر يقعد دقيقه ونص ولا دقيقتين وفمه محلول بالدرجه هذه وقاعد مفيكسي هكا في الفيديو يعني امبوسيبل هذا الصوت ما كانش والسيد حل فمه هذه بالنسبه للصوره نروحوا للصوت ندرس الصوت السلام عليكم ورحمه الله ايها المواطنون احذركم اليوم من السلف نروحوا للصوت نغيروا يعني هذا قدر نتلاعبوا في الصوت ونثبتوا بلي راه حتى الصوت فيه شك قدر يكون الصوت تاعو اولها
يعني شكون اللي يثبت لنا باللي راه الصوت راه هو صوت نوار بنويره بنويره هذا ولا شكون يقدر يثبت لنا الصوت تاعو؟ يعني. نغيروا فيه كيما نحبوا ها. وبعدها أجريت تحقيقات على قادة الكويت وقادة النواحي. خاصة القادة العسكريين الذين عندهم علاقات. الآن نتكلموا على الصوت. نلاحظ في الصورة هنا باللي لاحظ الحركة تاع 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 ليفر تاعو كفرام قاعد يتحرك وشو نفس الحركة يعني الشخص هذا ما عندوش اللي تيك تاع الهضره يعني مره يطلع الفم ومره يهبط ما كاينش خلاص شوف نفس الحركة إذا هذا الفيديو راه مركب صورة مع صوت. الصورة راهي قديمة راهي عبارة تقريبا على نفس الصورة لاحظوا نفس الصورة من اللواء كيف يبقى الناحية العسكرية الثانية واللواء شمتو كل لواء من القاعدة كل لواء شريك عبد الكذاب لاحظوا هنا كي نديرو ديتكسيون ديسان هنا نقولوا له ديتيكتي لنا لسان سي تادير يجبد لك لسان كيفاه راهي مسجله لسان لاحظوا هنا نقسمها لنا 3 4 5 6 كاين 6 تاع لسان يعني 6 تاع لي سيكونس فيديو هاي وحده زوزه 3 4 5 6 معناها راهي تركبت 6 مرات لي سيكونس فيديو هذه راهي مركبه 6 مرات هذا في الفيديو رقم 1 برك وما روحناش الفيديو رقم 2 دونك هنا الصوره لاحظنا بلي راهي صوره قاعده تتعاود هي الاوديو لاحظنا باللي الصوت قادر يتغير لاحظوا الشفتاه كيف راهو يحرك فيها الفم تاعو كيف راهو يحرك فيها نفس التحريك نفس هذا دليل على انه من فضلك يعني ما يشبهتهاش حتى دليل حتى الصوت نقدر نغيروه كيما نحبوا يعني كيف راح نميزوا صوت بنويرة حيث كانت العملية متوازنة شتو لوجيسيال يعطيك مركبه تختار لا فيديو سي لا ميم فيديو كامل كيف كيف باسكو علاش روماكي كي تحكم من فيديو برك يوتيوب هكذا باغ اكزومبل تاع واحد يهضر مع زيتوت مثلا يهضر لا فيديو فيها بزاف دي فوا يقولك شواصيسي اون ايماج في لا فيديو وكي تدني الفيديو برك هكذا تشوف لي يتبدل هكذا من بعد هكذا من بعد هكذا من بعد هكذا هادي كل يوم لا ميم فيديو شوفوا انا نعطيكم اكزومبل كما ان اكزومبل زعما شغل زيتوت باغ اكزومبل يهضر هكدايا شوفوا مثلا لا ربما الان بس نشوفوا نوريلكم زعما هيا روح هلا فيديو تاع زيتوت كون ندير هكذا الناس ما يعرفوش لكن درك سأشرح لكم شوفوا تحبسها بار اكزومبل بعد تافونسي العقل هي حابسه شوف تك 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 سكوند برك هكذا تشوف لاتيتود تاع الانسان تبدل دون اون فيديو هذا ميت بونويرا نو شوف نوريها لكم
تاع كرميت بونويرا؟ لا لا، وريها لك اللوجيسيال اللي هو اللي يوريها لك، باسكو سي لوجيسيال ما يكذبش، ما يعطيك سي انفورماتيك. ها شوفو شوفو زعما كرميت بونويرا، شوفو هاي اللي في البداية، هاي شوفو باغ اكزومبل ماج هاي شوف باغ اكزومبل عاود يولي كيما كان. شوف تك شوف عاود يولي كيما كان. تك فم مغلق، تك 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 أوليك. عودوا لها ما كان. شوف تك ستادير لوجيسيال يوريها لك، يقول لك اون سول فيديو داروا على ست مقاطع سي فوا، فهمتوا؟ الصوت مقطوع في لا فيديو، كاين وين الصوت مقطوع في الفيديو ماشي مقطوع بصح في اللوجيسيال يوريك بلي تنقطع الصوت ديالو، تبع الحاوي واش كان يهضر وحطوا حاجه واحده اخرى في بلاصتها، فهمتوا العفسه من راهي؟ هادو كذابين يا الخوه، هادو مجرمين، هادو هادو يحبوا يشعلوا النار في البلاد، ما قدروش، سيرتو مع مول الحراك هنايا، والحراك خلاص الناس كاع فهمات وجبدوا روحهم، ستادير ميسيو كيفاش يافونسي وكدا، وهما حابين يردوا النار للور التسعينات، شنقريحة خاطر صار توفيق الانقلابات وكدا، ما يخلوكش تريح، هادي هاد لا جينيراسيون يحبوا يوخدوها كيما لا جينيراسيون اللي فاتت، ودوك راهم على باب، دوك راهم على المخزن والصهيون ديريكت، ستادير. كي تمد انت عضله كيما هادي تعطيهم اللحمه فابريكي فيديو وتعطيها تعطيها للمخزن يخدم بها والصهيون يقدر في بلادك على قدر في شنقريحه تما غدوا لو كان زعما يحبوا يديروا مع الديرة ولا زعما شكون رايحين يدخلوا يقتلوا شنقريحه ويروحوا يا غي في حاله كيما داروا في العراق نحيوا صدام حسين برك وما ريبوا لهم كاع البلاد خرجوا لهم كاع البلاد لا مازال ما عرفوش راسهم العراق اللي كان في العراق العراق هاد الناس مجرمين يا الخاو هاد الناس دي كريمينال دي تيروريست ولي تبعهم حتى تيروريست كيف كيف هذا هو التيروريزم انا بينها لكم بلي هاد الفيديو مفبركه بلوجيسيال ومازال زدو نحوسو فيه باش نجيب لكم دي بروف اونكور بلي كونكريت هكذايا باش تعرفوا تهلاو في روحكم يا زيطوط يا الكذاب عقابك مونتور ما تحشمش لعنة الله عليك يا واحد الخابيت ويهضروا بالدين وكذا والاسلام و... قاعد في لندن ولادو عايشين لاباس ووليد ولاد الناس يبعتهم للعباس يبعتهم للشوق ويكذب على بلادو وعلى الجيش ديالو ويعطي السلاح للعدو سمع يا الخاوة بصح ما تلحقش كيما على 40 طون تاع هكذا ما تلحقش من التسعينات وانت هكذا حتى اليوم مازال ما لحقت حتى حاجه راك تخلص بالعقل بالعقل يحيى الجيش الوطني الشعبي الله ما تقدروا يا وليدي تهلاو في روحكم جبال تحية دخلوا في الطاب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته